جير الأسنان، هو مين ما عندوش جير الأسنان؟ جير الأسنان ده مشكلة ناس كتيرة قوي. عايز تتخلص من جير الأسنان ده وانت قاعد في البيت؟ هقول لك على 7 طرق تقدر بيهم تتخلص من جير الأسنان ده وانت قاعد في البيت من غير ما تروح للدكتور. يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى هيكل، برحب بكم في فيديو جديد جير الاسنان. قبل ما ندخل في الطرق البسيطة اللي انت هتعملها في البيت عشان تتخلص من جير الاسنان دون، هنتكلم الاول عن جير الاسنان دون بيبقى شكله عامل ازاي وبيتكون ازاي. الجير ده عبارة عن طبقة صفرة كده بتبقى موجودة على سطح الاسنان. بتتكون ازاي؟ بتتكون عن طريق ان انت بتاكل مثلا فما بتغسلش اسنانك، فالاكل بيبقى لازق على الاسنان، فتيجي البكتيريا تتغذى على الاكل دون وتطلع الجير. والجير دون بيتكون فعليا كل 12 ساعة، فعشان كده احنا بننصح ان انت تغسل اسنانك كل 12 ساعة، يعني مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل، عشان تتخلص من الجير دون اول باول. طيب ايه بقى سبب تراكم الجير ده؟ اول حاجة سبب تراكم الجير دون هو اهمالك الشديد في غسيل اسنانك، يعني انت ما بتنضفش اسنانك بانتظام بالفرشة والمعجون. تاني سبب برضو اللي بيساعد في تكوين الجير هو التدخين. طيب بقى لو انا اهملت الجير ده وما نضفتش اسناني اول باول، ايه اللي هيحصل؟ الجير ده هيتراكم اكتر واكتر ويبتدي يتحول من الجير العادي اللي ممكن اقدر انضفه بالفرشة العادية لجير صلب جدا مش هقدر انضفه بالفرشة العادية. طيب تاني مشكلة هتحصل ايه؟ تاني مشكلة وجود الجير دون قريب من اللثة هيسبب لك التهاب وتآكل في اللثة. تالت مشكلة هو وجود الجير دون على سطح الاسنان هيخلي الاسنان تسوس، وكمان الجير ده لو فضل فترة طويلة هيسبب لك رائحة فم كريهة. انا هديك بقى في الفيديو ده شوية نصايح عشان تقلل من تراكم الجير دون على الاسنان، بس افضل طريقة لعلاج الجير دون هو الوقاية منه. يعني ايه؟ يعني ان انت تنظف اسنانك اول باول عشان ما الجير دون ما يترقمش على الاسنان. طيب ايه بقى الطريقة الصحيحة اللي انت ممكن تستخدمها عشان تقلل الجير دون؟ ان انت تغسل اسنانك اول باول بفرشة ومعجون، والفرشة دي تكون سوفت يعني ناعمة جدا، وكمان تكون المعجون اللي انت هتستخدمه دون يكون فيه فلورايد، وتبتدي تغسل اسنانك مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل، وتستخدم خيط الاسنان وتستخدم المضمضة برضو بطريقة قلت عليها في فيديو قبل كده، هسيبه لكم تحت في الوصف. طيب الطريقة التانية بقى من العلاج لو الجير ده فعلا لازق قوي على الاسنان ومتصلب، ففي الحالة دي انت مش هتعرف تنضفه بالفرشة العادية، فانت لازم تروح للدكتور عشان يعمل لك تنظيف للجير ده. طيب بقى في طرق طبيعية اقدر استخدمها يا دكتور في البيت عشان اقلل من تكوين الجير دون كبديل للمعجون والحاجات دي كلها؟ ايوه، في طرق بسيطة جدا هقول لك عليها متوفرة في البيت تقدر تستخدمها عشان تقلل من تكوين الجير وتشيل الجير برضو اللي بيبقى موجود على الاسنان. طيب زي ايه بقى الطرق الطبيعية اللي انا ممكن استخدمها عشان اشيل الجير ده واقلل تكوينه؟ اول طريقة معانا متوفرة في البيت وبسيطة جدا هو قشر البرتقال. يعتبر قشر البرتقال من الحاجات المهمة جدا اللي بتساعد في ازالة الجير اللي بيبقى موجود على اسطح الاسنان. قشر البرتقال من الحاجات اللي بتبقى موجود فيها فيتامين سي، وكمان بيبقى موجود فيها عنصر الليمونين، وكمان بيبقى موجود فيه الياف. الحاجات دي كلها بتساعد في تقليل تكوين الجير. كمان وجود عنصر زي عنصر الليمونين دون بيساعد في تبييض الاسنان. كمان عنصر الليمونين دون هتلاقيه بيدخل في بعض مركبات الاسنان اللي مسؤولة عن التبييض زي معجين الاسنان وغيره من المنتجات اللي بتساعد في تبييض الاسنان. طيب ازاي بقى يا دكتور استخدم قشر البرتقال دون عشان انضف فيه الجير دون؟ كل اللي انت هتعمله هو انك هتجيب قشرة البرتقال دي وتجيب الحتة البيضة منها دي وتبتدي تفرك بيها اسنانك والاسطح بتاع الاسنان كلها لمدة 2 دقيقة، وبعد كده تتمضمض بمية عادية خالص، وتعمل الطريقة دي من 2 لـ3 مرات كل اسبوع، يعني يوم ويوم، ده هيساعدك في تقليل تكوين الجير. تاني طريقة معانا من الطرق البسيطة اللي انا ممكن استخدمها عشان اقلل تكوين الجير دون هو الليمون. يعتبر الليمون من اقوى الحاجات اللي انا بستخدمها عشان ازيل الجير او اشيل الجير اللي بيبقى موجود على الاسطح بتاعة الاسنان، وكمان الليمون له وظيفة مهمة جدا في تبييض الاسنان. بس المهم وانت بتستخدم الليمون ده وانت تستخدمه بحذر عشان ما يضرش مينا الاسنان برضو. كل اللي انت هتعمله انك هتجيب ليمونة وتعصرها وتجيب فرشة اسنان وتغطس الفرشة في العصير دون وتبتدي تفرش بيه اسنانك لمدة 2 دقيقة. هتعمل العملية دي مرة واحدة كل 2 أسبوع، وبعد ما تفرش اسنانك بالليمون ده وانت تبتدي تتمضمض كويس وتستخدمها بحذر بالطريقة اللي انا قلت عليها بالظبط والمدة اللي انا حددتها، عشان لو انت اسأت استخدامها هتضر بطبقة الاسنان اللي هي طبقة المينا. انت بقى عندك حساسية في اسنانك فانت ما تستخدمش الطريقة دي بتاعة الليمون لانها هتزود الحساسية بتاعة الاسنان وهيبقى فيه الم. طب ايه بديل بقى للليمون دون عشان
اقدر استخدمه عشان اشيل الجير اللي بيبقى موجود على اسناني؟ ممكن تستخدم السمسم، ودي الطريقة الثالثة اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نقلل من تكوين الجير، هو السمسم. السمسم يعتبر من الحاجات الطبيعية اللي تبقى متوفرة في معظم البيوت. كل اللي انت هتعمله هو انك هتجيب معلقة صغيرة من السمسم دون وتبتدي تمضغها لحد ما تبقى عجينة، وبعد كده تجيب الفرشة وتبتدي تفرش اسنانك بالعجينة دي لمدة دقيقتين. ده هيساعدك في تقليل وازالة الجير اللي بيبقى موجود على الاسنان كبديل للمعجون لو مش متوفر. وكمان السمسم له فوائد عديدة جدا في قتل البكتيريا اللي تبقى موجودة في الفم. رابع طريقة معانا اللي بستخدمها عشان اشيل الجير اللي بيبقى متراكم على الاسنان هو باستخدام المسحوق بتاع القرنفل او القرنفل المطحون. كلنا او معظمنا تقريبا عارف الفوائد الرهيبة بتاعت القرنفل دون في مجال طب الاسنان. اول فايدة معانا من فوائد بتاعت القرنفل دي هو انه له فايدة رهيبة جدا في تقليل الم الاسنان، بالاضافة كمان لانه له فايدة كمان مهمة جدا هو انه القرنفل دون بيبقى ريحته عطرة شوية، فممكن تستخدمه عشان تتخلص من رائحة الفم الكريهة اللي عندك. كمان له فايدة كبيرة جدا هنا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، هو انه بيساعد في ازالة الجير اللي بيبقى متراكم على الاسنان. كل اللي انت هتعمله هو انك هتجيب شوية من مسحوق القرنفل دون وتبتدي تخلطهم بشوية زيت زيتون لحد ما تبقى عجينة كده، وتاخدهم بالفرشة وتبتدي تفرش اسنانك برضو لمدة دقيقتين. ده هيساعدك في انك تشيل الجير اللي بيبقى موجود على الاسنان، وكمان هيقلل من تكوينه. واتكلمنا بالظبط بالتفصيل عن فوائد القرنفل في مجال طب الاسنان في فيديو فات قبل كده، هسيبهولكوا في الوصف تحت. طيب بقى، لو انت مستعجل وعندك شغل ومفيش وقت تغسل اسنانك بفرشة ومعجون، تعمل ايه يا ترى؟ اقولك تعمل ايه. هتروح على التلاجة هتفتحها هتلاقي خيارايا او تفاحية، هتاخدها وتاكلها. طيب هل فعلا لو انا رحت على التلاجة وكلت التفاحية والخيارية ده ينضف لي اسناني؟ ايوه، الخيار والتفاح من الحاجات اللي بتحتوي على الالياف. الالياف دي بتساعد في تنظيف الاسنان او ازالة طبقة الجير بتاعت الاسنان. يعني بالبلدي وانت بتمضغ الاكل دون التفاح او الخيار، الالياف اللي تبقى موجودة فيه دي بتبتدي تكحت سطح السنة وتنظف الجير اللي بيبقى موجود عليه. خامس طريقة معانا للحماية من تراكم الجير هو باستخدام زيت جوز الهند. زيت جوز الهند له فايدة رهيبة جدا في امتصاص الجير اللي بيبقى موجود على الاسطح بتاعت الاسنان. وكمان الرائحة العطرة بتاعت زيت جوز الهند دون بتخلي له اولوية في استخدامه كبديل للمضمضة اللي بتساعد فيه تخلص من رائحة الفم الكريهة. يعني انت ممكن تستخدم زيت جوز الهند دون عشان تتخلص من رائحة الفم الكريهة. وكمان له دور مهم جدا في قتل البكتيريا اللي بتبقى موجودة في الفم، والبكتيريا دي بتبقى لها دور رئيسي جدا في تسوس الاسنان وكمان في وجود رائحة الفم الكريهة في الفم. طيب بقى استخدم الزيت دون ازاي؟ كل اللي انت هتعمله انك هتجيب شوية زيت من زيت جوز الهند دون وتتمضمض بيهم من مدة 10 لـ15 دقيقة، وبعد كده تتمضمض بمية عادية خالص. ده هيساعدك في خلص من رائحة الفم الكريهة، وكمان هيساعدك في تقليل تكوين الجير اللي بيبقى موجود على الأسنان. كده نكون قلنا على الطرق اللي انت ممكن تستخدمها كبديل للمعجون والفرشة وانت في البيت تقدر تعملها عشان تنظف جير الأسنان دون، وكمان قلنا على الطرق برضو اللي بتقلل من تكوين الجير دون. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفادوا منه. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير عشان كل الناس تشوف الفيديو. أتمنى لكم صحة كويسة. سلام.